من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي دبكة العنزي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور علي. يعني كما استمعنا وإياكم إلى كلمة ولي العهد السعودي والحديث عن ضرورة تبلور موقف دولي حيال ما يحدث من الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية على غزة، فعليا اليوم كان هناك في وفد وزاري عربي وإسلامي، إلى أين وصلت رحلة هذا الوفد وما هو بعد روسيا؟ شكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين الكرام. بدون شك طبعا الوفد الوزاري الذي شكل تنفيذا لتوصيات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض وبدأ خطواته العملية من خلال زيارته إلى الصين وثم إلى روسيا ومنها إلى باقي الدول دائمة العضوية في البداية. طبعا لماذا الصين في البداية؟ نحن نعرف هي رسالة للجميع بأن عليهم أن يتخذوا موقفا تجاه ما يحصل في غزة، لأن أولا يعني الصين هي عضو دائم وروسيا عضو دائم وهناك شراكات كبيرة للصين. الصين الشريك الأول لمنطقة الشرق الأوسط والشريك الأول للولايات المتحدة والشريك الأول لأوروبا وهي القوة القادمة. لذلك أنا أعتقد الوفد أراد أن يرسل رسالة إلى الدول الغربية بأن عليها أن تقوم بشيء تجاه ما يحصل في غزة وأن تضغط على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لإيقاف العدوان على غزة. ومن ثم انتقل الوفد إلى روسيا. روسيا الدولة التي لها علاقات مميزة مع الدول العربية ومع الدول الإسلامية. ومن ثم ينتقل الوفد لحشد، ينتقل إلى الدول دائمة العضوية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحشد الدعم لإيقاف العدوان على غزة. نحن اليوم طبعا هذا الوفد أعتقد أنه سوف يصل إلى هذه الدول ويحقق نتائج مع تغير مزاج الرأي العام ومع التصريحات التي بدأنا نلمسها، واليوم بدأت تظهر أن هناك بوادر لهدنة سوف تتم بين الطرفين. أعتقد أن هذا الوفد عليه أمامه تحديات ولكن أيضا أمامه فرص لتحقيق إنجاز ولإيصال الصوت العربي المسلم للدول دائمة العضوية التي يجب أن هي تكون راعية للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي وللمواثيق الدولية بدل أن تنحاز إلى جانب المعتدي والمحتل في هذه الأزمة. نعم دكتور علي، أيضا ولي العهد السعودي قال وطالب الدول جميع الدول بعدم تصدير أو توقيف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ما مدى أهمية هذا المطلب فعليا في تسريع إيجاد الحلول؟ طبعا كلمة ولي العهد يعني تضمنت العديد من النقاط، منها هو شرح موقف المملكة منذ البداية وانخراطها في معالجة الأزمة وعقدها القمتين العربية والإسلامية في الرياض، وأيضا دعوتها لتقديمها للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت إلى حوالي نصف مليار. وهذا طبعا المملكة عندما بدأت هذه الأزمة عملت على خطين، الخط الدبلوماسي والسياسي من خلال الدبلوماسية السعودية النشطة التي عملت كل هذه القمم والزيارات والاتصالات، وأيضا الخط الإغاثي يعني مهم دعم صمود الشعب الفلسطيني. أيضا تضمنت كلمته دعوة الدول دائمة العضوية لاتخاذ موقف تجاه ما يحصل في غزة. وأضف النقطة المهمة التي أضافها اليوم في خطابه هي قضية منع تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وهذه نقطة مهمة لأن هذا الكيان بدأ يستخدم الأسلحة ضد المدنيين، ومعروف يعني دائما الدولة المحتلة هي لا تدافع عن نفسها، بالعكس
المحتل الذي يقبع تحت الاحتلال هو من يدافع عن نفسه، لذلك هي ليست بحاجة إلى أسلحة، ويجب وقف الأسلحة حتى تلتزم بالقرارات الدولية. وأوضح أيضا موقف المملكة من القضية الفلسطينية، الموقف الثابت والراسخ للمملكة، وبحل الدولتين، قيام دولة فلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات الاحتلال لتلتزم بالشرعية الدولية، والحل هو في قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. هذه الكلمة الشاملة التي ألقاها سمو ولي العهد هو تأكيد لموقف المملكة السياسي، وموقف المملكة الثابت، وأيضا موقفها الأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني. ولذلك أنا أعتقد هي تحث المجتمع الدولي على القيام بواجباته تجاه ما يحصل في غزة من انتهاكات لكل القوانين ولكل الأعراف. عندما تصدر هذه الكلمة من ولي العهد السعودي، وما للسعودية فعليا من ثقل بات دوليا وليس فقط في الإقليم والدول العربية، إلى أي حد فعلا من الممكن أن يساهم في إيصال الصوت واتخاذ قرارات مماثلة مما كالتي دعا إليها الأمير محمد بن سلمان؟ ما في شك طبعا اليوم المملكة تلعب دور مؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية، وإذا نظرنا إلى كم من القمم عقدت في الرياض، من القمة الأمريكية إلى القمة الصينية إلى قمة آسيان إلى قمة الأفريقية إلى نهاية في النهاية إلى القمتين العربية والإسلامية، هذا دليل على التأثير الذي تملكه المملكة العربية السعودية في المشهد الدولي ومدى احترام الدول. ولذلك عندما تدعو إلى هذه النقاط التي دعا لها سمو الأمير محمد بن سلمان في كلمته، أنا أعتقد الكل يسمع للمملكة وسوف يكون لها صدى حتى من جانب الكيان المحتل. أعتقد أنه يتابع وبقلق نشاط المملكة الدبلوماسي ونشاطها وتأثيرها الدولي. لذلك أنا أعتقد اليوم عندما يتحدث سمو ولي العهد، وهو الرجل الذي يعني صنف من القادة الأكثر تأثيراً على الساحة الدولية، ونحن نعرف يعني عندما يتوسط في شيء أو يقوم بعمل سياسي بين الدولتين يكون له تأثير، عندما توسط بين روسيا وأوكرانيا في إطلاق سراح بعض الأسرى، وطلبت منه فرنسا أن يتوسط في حل الأزمة الأوكرانية. كل هذه معطيات على مدى أهمية الدور السعودي وعلى مدى تأثير السعودية في المشهدين الإقليمي والدولي. هذا دليل على أن المملكة بدأت تلعب دورا مؤثرا ومحوريا في المنطقة. لذلك أنا أعتقد النقاط التي ذكرها في كلمته سوف يكون لها صدى بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك من الرياض، كنت معنا المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي دبكال العنزي، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.